ليه حوار في أسرع؟ سبحان الله. ما حد يحفظ؟ نعرفهم. نعم؟ نعرفهم ولكن لا نحفظهم. أفضل. تحفظ سؤال واضح. تحفظ الأصول الثلاثة. بصم يعني. تحفظ؟ نعم لا. إجابة واضحة. خليفة. من يحفظ الأصول الثلاثة؟ كيف طلاب علم ما تحفظ النظم العلمي؟ ما نسمع. طيب ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصول الثلاثة هي أسئلة فقط. طيب جيد. لو قال لك قائل أو أنت ممكن تقول لنا الآن لماذا نحفظ الأصول الثلاثة؟ هل الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حفظ الأصول الثلاثة؟ لا، هذا الجواب قلنا. لماذا نحفظ الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ أنا طبعا ما أريد أن أحفظ الأصول الثلاثة. ها، ما الإجابة؟ نقول الله سبحانه وتعالى قال: ويوردوه إلى الرسول وإلى من؟ قل لا. لا. قل الأمر بهم لعلهم الذين استنبطوا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الأخ يريد أن يصبح طبيب. يريد أن يصبح طبيب. ماذا يصنع؟ يصنع يأخذ بعض الكتب ويشتري بعض المعدات ثم يأتي يفتح مكانه ويعالج فيه الناس. يصح؟ يصح أو لا يصح؟ نعم لا. لا. هذا ولا يصح يكون نجار أصلا. كيف يصبح طبيب وعالج الناس؟ تريد أن تكون عالم؟ ما يمكن أن تطلب العلم على ما تحب وتقول هذا لا أحفظ وهذا أحفظ. لابد أن تسير على النهج والطريقة الذي خط لنا العلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه. نعم. ألف العلماء هذه الكتب وأمر الطلاب بحفظها، صح؟ إذا لابد أن تحفظ. إذا ما تحفظ أنت لست بطالب علم أصلا ولا تستحق أن تكون على هذه الطريقة أصلا. فلابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ هذا المتون. وسترى إن شاء الله تعالى ما الثمرة من حفظ هذا المتون؟ قال لها كل شيء، تقول هذا الشيخ العلمي رحمه الله وباقي ما حفظه. الآن لو طلب من هذا الأخ أن يلقي لنا كلمة ماذا يقول؟ إذا كان يحفظ الأصول الثلاثة هذه أحسن كلمة، من أحسن الكلمات. صنع مسابقة في الجامعة الإسلامية، مسابقة في الخطابة. قام طالب وألقى عليه متن العقيدة الوسطية، اختيرت هذه الكلمة من أفضل الكلمات. لماذا؟ كلمة منسقة مرتبة فيها قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يصلح أن طالب يقول والله أنا هذا كتاب الأحفظ، أنا هذا مصيبتنا اليوم. طلاب هم الذين اختاروا. فعندما بعض الطلاب قال اسمع هذه الدورة إما أن تكون في العقيدة الأصلية أو لا أحفظها، أنا طالب علم ما أريد أن أدرس الصف الثالث، هذا عندي أتدرس الأولى من الصغار. طيب نسأل عما فيها، أجاب الحمد لله درست الوسطية، لم يجب. ما يصلح ان ندرس الوسطيه قبل ان ندرس هذا الانسان. ولهذا يعني من النصيحه يا طالب، الدين النصيحه. ما ممكن يعني ان ياتي انسان مغش، مغشنا فليس منا. نبدا بالوسطيه او بكتاب التوحيد قبل الوصول الثالث بعدها ما يصلح. فمعكم الى صلاه الظهر تحفظ اللي تقدر علينا الوصول الثالث. طيب أنت أول واحد سمعنا عيبة مفروض؟ تفضل. الأصول الثلاثة قبل البدء بدراسة أي متن من المتون أو عندما تقتني كتاب ما تفعل، مجرد ما تأخذ كتاب وتشتري كتاب أو تعمل كتاب أقل ما تقرأ
في هذا الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس، تقرأ المقدمة ومقدمة الكتاب والفهرس، لأنه بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. طيب، هذا المثل، ما هي صورة في معرفة التوحيد؟ صحيح؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ ذكر لكم الشيخ ولي حفظه الله أن هذه الدورة في ماذا؟ في التوحيد. لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا الدورة في التوحيد؟ لماذا لم تكن الدورة في الفقه، في الأصول، في الفرائض، في كذا؟ لماذا هذه الدورة؟ من الذي يعرفها فاسرع؟ لماذا ندرس التوحيد؟ بسم الله أوقف. نعم، لأنه أصل الأصول. أصل الأصول، لأنه رأس الرسم، بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، ودعوة الأنبياء والرسل أتباعهم من بعد وغيرها. لا قول الله سبحانه وتعالى يعمل بلاده لإخوة الجنة الموحد استقرار الأمن الهداية الطمأنينة حلاوة الإيمان سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس، نحن بحاجة التوحيد أكثر من حاجة طعام شراء، ما ممكن نشتغل على طرفة عين. ثم أي إنسان، أي واحد يسأل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا هذه الدورة في التوحيد؟ تقول له تعالى خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون واحد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن لا يقبل أي عمل من التوحيد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة إلا موحد؟ نعم. هل أنت موحد؟ قل نعم أنا موحد. تقول طيب تعالى اشرح لي هذا التوحيد الذي اوجب الله عليك وجعلنا اوجب الواجبات واول الواجبات ولا اقبل اي عمل به ولا ادخل الجنه الا موحد وتدعي انك موحد. ما هو التوحيد؟ اذا عرف فهو، واذا لم يعرف فشهاده الموحد شهاده زور. لا يعرف التوحيد، هل موحد؟ لا. تسأل ما هو التوحيد الذي أوجب الله عليه؟ ثم أيضا تقول تعالى هل أنت مشرك؟ قل أعوذ بالله لست مشرك. حرم الله عليك الشرك؟ قل نعم. أعرض من كل محرم؟ نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلامة عليه إذا مات عليه فهو مخلد خلد أبدا في النار؟ أقول نعم. ما هذا الشرك الذي حرم الله عليه؟ إذا عرف وشرح بما جاء في الكتاب والسنة فهذا معنى أن يعرف الشرك وهو يعني بإذن الله ليس مشرك. لكن إذا لم يعرف الشرك أين هذا؟ أين هذا اللقاء؟ حلا أعطني جواب. الصدق من جهة أخوانا كعب بن مالك صدق في أكثر من هذا. هذا جهاز وطن هذا اللقاء أعطونا جهاز. سبحان الله لا أحد. طيب، فهذا الذي لا يعرف الشرك لعله واقع في الشرك ولا يدري يعني. صحيح؟ وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى شيء يعني عند هذا اعرض كل محرمه ولا يدري؟ اذا هذا معناه انه لعله واقع في الشرك ولا يدري. قال لي رجل بالامس القليل قال لي لماذا تذكر الطلاب هذا لا بد يعرف يا اخي تالف قلوب الطلاب هذا مؤلف قلوبهم. قلت يا اخي هذا المسلمين؟ قال نعم مسلم. قلت انا سالت مع التوحيد ما سالت مع الصيام ولا عن سالت مع التوحيد. اذا ما عرف التوحيد معناه لست موحد، ليس موحدا كان الزور انا موحد. اهم ما عليك، اهم ما عليك هو معرفه التوحيد. اذا هذا لماذا ندرس التوحيد؟ هذا هو السؤال. طيب لماذا ندرس التوحيد؟ هذا السؤال الأول قبل البدء من دراسة الأصول الثلاثة. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة بإذن الله جل وعلا؟ لماذا
يقول أنا مقر أن لا بد أن أتعلم التوحيد وخلقت من أجل، لكن كتب كثيرة مؤلفة في التوحيد، لماذا لا ندرس مثل أصول لماذا لا ندرس كتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدأ بكتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدأ مثلا بالوسطية بالحموية بالتدمرية لمعة الاعتقاد؟ كتب كثيرة مؤلفة التوحيد يا أخي، لماذا لا ندرس أصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء مدح الله عليه، لأنني طالب، أنا لا أعرف من الذي يصلح لي والذي لا يصلح لي، أسير على هذا الطريق أصل بإذن الله، كما يصل الطبيب يرجع يتخصص ويدرس قرر على كتب ثم إجازة ثم كذا ثم كذا. إذا لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء، وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرص ركبت أم حمار، ترى إن شاء الله تعالى ثمر دراسة هذا المثل والبدء به. هذا السؤال الأول والثاني والثالث، ما هو السؤال الأول؟ سألني السؤال؟ نعم أنا سألت أسئلة، كم سؤال سألت؟ قلنا لا بد قبل البدء بدراسة الأصول الثلاثة من أسئلة. نعم نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ الله عز وجل، لماذا اخترنا دراسة مثل أصول الثلاثة؟ سؤالي نعم فتح الله. طيب السؤال الثاني قبل البدء بالدراسة، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس مثل الأصول الثلاثة؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أنا لا أعرف الأصول الثلاثة، أريد أن تبين لي هذه الأصول الثلاثة، أو أريد هذه الأصول الثلاثة باختصار. تعرف؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر، أسئلة تسأل في القبر عن من ربه؟ ماذا؟ عن الصالح الله تعالى. أيضا السؤال الثالث، أسئلة الثلاثة الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، وارتع أي واحد يسأل ما هي الأصول الثلاثة تقول باختصار، ما حتكلم إلا اللي وجهه للسؤال أو يرفع السؤال، هي أسئلة. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، يسأل بعض الطلاب هدانا الله إياه، يعني لم يعرف الشرط الأول من شروط الدورة، قال أريد جائزة حتى أحضر هذا الدورة، أريد تعطيني جائزة، أنا تعبت وتكلفت وسافرت وكذا، أريد جائزة، ما الجائزة التي يعني أجريها من دراسة الصورة الثلاثة؟ ما الفائدة؟ فائدة والجائزة أنه إذا تعلم ثم علم ثم دعا ثم صبر أجاب عن السلف القوم، جائز الله نعم جائز، صح؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، هذا أعظم جائز، اشتري لي أكثر من هذا الجائز، صح؟ تحقيق هذا الجائز. طيب السؤال الخامس، فهرست الأصول الثلاثة، من استطيع أن يقول لي محتوى الأصول الثلاثة؟ أنت تقول قرأت عرفت ما في الأصول الثلاثة، ماذا فيها؟ أوقف، ماذا فيها الأصول الثلاثة؟ إيش فيها؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة، غيره إيش فيها؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذا معروف، ما في داعي أن يؤلف الأصول الثلاثة. جاءني واحد يوم من الأيام قال أنت تدرس الأصول الثلاثة؟ نعم. قال لا أترك عندي ملخص الأصول الثلاثة، ما هو؟ قال حديث جبريل عليه السلام يكفي عن الأصول الثلاثة كاملة. هذا مسكين ما عرف الأصول الثلاثة أصلا، ما عرف المتن ولا الله أعلم ما قرأ ممكن. ما هو محتوى الأصول الثلاثة؟ يا أخي اسأل. واحد يقول ما هو محتوى هذا البناء؟ تقول هذا البناء له ثلاثة أبواب وثلاث طوابق، كل طابق ثلاث غرف، وفي كل إيه؟ هذا دليل أن يعرف البناء 100%، صح؟ أما عندك واحد تسأل ما هي الأصول الثلاثة؟ قل الأصول الثلاثة أصول ثلاثة، ما لدي؟ قال فيها علم، ما لدي؟ قال ما لدي، درس؟ لا، قرأ؟ لا، ممكن قرأ
يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ. ماذا تحتوي؟ تحتوي على أمور خمسة تعيد عليها. كم؟ خمسة أشياء مهمة عندنا. يعني هذا فهرسة الأصول الثلاثة. كم؟ خمسة. الأول المسائل الأربع. الأول مسائل الأربع. هذا درس اليوم. إلى الآن لم نبدأ في الدرس. والله ما بدأ. المسائل أربع. وهذه سورة العصر. علم على الدعوة صبر. مفهوم؟ هذا الأول. طيب. الثاني المسائل الثلاث. المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة أحسنت القبر. مسائل الثلاثة تأتي معنا. أن الله خلقنا ورزقنا. طيب.